في أيام الأحد والعطل وعلى امتداد أشهر تتواصل زيارات هذا الأستاذ إلى الحرم الجامعي، فهو يشرف على مشروع اختراع غير مألوف. هنا في هذه القاعة الصغيرة تتولد مئات الأفكار. هؤلاء الشباب يسعون إلى تنفيذ فكرة نظارات ذكية مزودة بسماعة لاسلكية تساعد المكفوف على التنقل بحرية دون الحاجة إلى العصا البيضاء أو إلى مرافق. في السنة الرابعة من التكوين الهندسي الطلبة مطالبين بإنجاز مشروع يكون عنده جدوى وفاعلية حتى يثبت الطالب يعني كفاءته في سوق الشغل. ومن هنا كانت الفكرة، قلنا علاش كبادرة إنسانية ما نطوروش جهاز يسمح للمكفوفين بكونهم يكونوا أكثر استقلالية عنا احنا. فالجهاز هذا يعني بدينا في المراحل الأولى نتاعو هو من تطويرها، يعني نجحنا كونه نستعمل يعني خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من ذلك نلتقط صورة من كاميرا مثبتة في النظارات، ومن ذلك يقوم الهاتف الجوال بمعالجة هذه الخوارزميات وإرسال يعني النتائج والتقارير إلى سماعات مثبتة في أذني المكفوف، ومن ذلك يمكن هذا الأخير من أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. مشروع ما زال في طور التجربة والتطوير سيرى النور فور إيجاد مستثمرين. النظارات تهدف إلى تسهيل التواصل على المكفوف دون إثقال كاهله بحمل أجهزة كبيرة، وهي في نفس الوقت نظرة إكبار له ومحاولة لتقريبه من الاستقلالية التي يطمح إليها. نبيلة إسماعيل مديرة جمعية للمكفوفين تستقبل يوميا منظوريها، ولكل منهم آمال وصعوبات ومطالب. بالنسبة للكفيف خلنا نحكي في تونس يعاني من صعوبات كبيرة وعويصة، خاصة اللي يكون عايش وحده أو ما عندوش شكون معاه من العائلة أو من المرافقين ولا شكون بجواره اللي بشي يهز ويجيبه وحده. كل ساعة عندك الطرقات لا أراك الله مكروه، تمشي على المادة تلقى الكراهب تلقى الحفرة والدعثرة وطاح، ساعة ساعة يبدأ بعصاته بالشق كيس تتعدى كرهبة تضربه، يدخل في بوتو كاميون، معناها حالات يومين احنا نعيشها ونشوفها. يعاني هؤلاء المكفوفون على اختلاف اعمارهم وتخصصاتهم من عوائق تحول دون احساسهم بالحرية والاستقلالية. انا ما نجمش نخرج الا معايا امي، ديما تخرج معايا تفرح فيا امي، فما قدامي حاجة تقول عليها امي، في قصان كيس هي امي كل شيء، وكرهب ديما تقص كيس هي امي تقول لي احبس كرهبة ولا حاجة. اختراع مفيد وفائق الأهمية، هكذا أثنى أعضاء جمعية المكفوفين على مشروع النظارات الذكية واعتبروها بارقة أمل لتسهيل حياتهم. علم الحركية هذا صحيح تعلمناه بالعصا البيضاء، لكن كيف ما قلت يعني نرجع ونعاود أن العصا البيضاء نقصت برشا يعني الجدوى نتاعها. فالاختراع هذا العلمي وبارك الله فيهم، يعني شبابنا الطموح يعني التونسي الطموح يعني اللي يفكر في المكفوفين وفكر في اختراع مثل هذا، لأنه اختراع مثل هذا ينضاف المنجزات العلمية. الاختراع هذا نفتخر به قبل كل شيء نحن التوانسة كل بكل صراحة، لأنه حاجة هائلة برشا وحاجة متطورة بالقدام القدام، وتمد يد المساعدة للكفيف كما يحب وتعطيه الحرية الكاملة باش ينجم، والحرية الكافية باش ينجم يتنقل. ابتكارات تكنولوجية نسمع عنها يوميا، ولكن قلما ترتبط بأهداف إنسانية نبيلة ترفع لها القبعة. رحمة سياري، تريتي عربي، تونس.